بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راهي السبت 19 يناير 2019، رانا في سيدي إدريس، رانا في جبال سيدي إدريس مع جمعية آلتو. ويعني سيدي إدريس تمنينا كون كانت الثلوج، ولكن بعض البقايا تاع الثلوج راهي موجودة. رانا في جو شتوي، والانتقال من سكيكدا كان على 7:30 بحافلتين. واليوم احنا رانا ناخذوا في وجبه الغداء، رانا نتشرفوا بحضور دير لا بريزونطاسيون السيده مهداوي سعاد. سعاد هذه زميله في الجامعه، والحقيقه انا تشرفت اليوم بها، شفتها لهنا. مع العلم احنا درنا مع جمعيه الرياضه للجامعه، درنا قنوه العام اللي فات في الثلج، واليوم راهي موجوده معنا مع احمد الماراطونيا. دونك نبداو بها. يعني احنا طالعين شفت يعني الشعور تاعك، يعني شعور يعني يعني جميل، وخاصه احنا في لاسونسون احنا طالعين. وي. تفضلي. السلام عليكم. فريمون يعني عجبتني لا سورتي هذه، كاين مناظر متنوعه، لو طون مره تصب شويه شتا مره حبسه. عدينا على عدة نقاط فيهم مناظر طبيعية خلابة، يعني اللي ما شفناهمش في بلايمانات أخرى اللي خرجنا فيهم. هذه هي. وصراحة يعني حتى هنا الصعود من قرماطة لسيدي إدريس، اليوم رانا جينا على السبت تاع بني والبان، ويعني لقينا يعني ناس عايشين يعني معزولين، ولكن هي عزلة ربما هي تضرهم يعني من حيث الطريق، وربما عزلة صعيبة، ولكن احنا السكان تاع المدن جينا كمان حاجة مليحة. احنا نتكلموا شوف يعني هذا يعني الكلب الصغير كيف راهو تقدم، وكان يشوفنا من بعيد، وشوف راه وجا الان. نتوجهوا لاحمد، احمد الماراطونيا. احمد معروف اوسي بلي روندوني ومعروف بالماراطون. تفضل كلمه دور اللي هي برك احمد باه تكون ما تجيش في وجهها. فوالا فوالا تفضل. احنا هنا متواجدين في سيدي ادريس في منطقه بنيت في 1700 و المسجد هذا بناته صح 1770 بنت احد البايات تاع قسنطينه. نعم. وما يقول لك سيدي ادريس من الدوله الادريسيه لا علاقه. ايه تفضل. وي. وحنا نحضروا ماراطون تونس مدنين اللي يديروه في مارس بين 27 30 مارس. من 27 مارس انا حضرته العام اللي فات، ولكن السنه ما ان شاء الله ما نظنش نروح له، ما نحبش انا نفس الشيء نعاود نرجعوا. وكذلك الجو تاع المنافسه هذاك انا ما نحبوش، انا نحب لا روندوني مشي الى اخره، وما يديرها تقريب منافسه. وهنا الجو مليح. سيده مهداوي راهي تطعف الكلب يعني الان، وهذا منظر رائع. وقبل ما نختموا ان يعني نديروا هكذا جوله عامه على المناظر هذه الخلابه، وكذلك البقايا تاع المسجد، ويعني التضاريس الخلابه والجو الرائع. اتمنى لكم يوم سعيد، واللقاء في مناسبه اخرى.